الصناعات المصرية، صناع التنمية. أنا بيسعدني جدا إن أنا أكون معاكم النهاردة بالنيابة عن لجنة الخمسين، وبتمنى إن شاء الله إنه يلحق بنا رئيس اللجنة السيد عمرو موسى. عايزة أقول ابتداءً إن إحنا بتفق تماماً إنه من أهم إنجازات مشروع الدستور الجديد أنه دستور توافقي، وإنه أعضاء اللجنة لا يتضمنوا أي كتلة حرجة تستطيع أن توجه هذه اللجنة أو تسيطر عليها، كانوا من المسؤولية الوطنية ومن الجدية إنهم صنعوا هذا التوافق بحد أدنى للتصويت 75% من الأعضاء. قابل إيه لمصر؟ وقابل إيه للصناعة وللمجتمع الصناعة؟ المحتويات اللي هنتكلم عليها، هنتكلم أولا على المنهجية اللي اتبعتها لجنة الخمسين في صياغة الدستور. هنعمل جولة سريعة جدا في مشروع الدستور بطريقة مختلفة سنة عن اللي قالتها الأستاذة منى، بس طبعا بنلف حوالين نفس المعالم. بنعمل تحليل تفصيلي للمواد الاقتصادية، وأهم نسأل السؤال قدمت إيه للصناعة والمجتمع الصناعي خصوصا مقارنة بالدستور الأساسي. لا طبعا، هو ميزه الدستور ده ان هو عمل حل توافقي بين كل الاتجاهات، يعني فيما يتعلق بمصادر الدخل والثروه، وفيما يتعلق بالانفاق، سواء ان الزراعه مصدر رئيسي، الصناعه، العلاقه بين العمال ورجال الاعمال، كل الحاجات دي تناولها الدستور ورتبها بشكل ان بعد كده كمان جت المصروفات، نتكلم على التوافق بشكل متوازن بحيث ان شاء الله في الاخر بعد كده هي الأهم، بعد كده في تحديد المحاربة من البيت.